كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. الأشواط لعد مدينة سيتون مهم، خلونا نيا سيمانة نفرشو، خلونا سيمانة احنا كنترزقوا على الله الحمد لله، وكنتمنى ويخليونا دائما. مهم انا كنتمنى دائما يخليونا، حيت السبيطار كاينه في سيتون، ما كاينش المعامل، ما كاينش الخدمة، مخيرنا ما كيقدرش، فهمت ما كيقدرش. مهم خصك ضروري خليونا هنايا نبيعو ونشرو ان شاء الله يا ربي، خليونا دائما. وكنتمنى انا الحلم ديالي خصني نبقاو دائما، اي واحد اذا بقى كيبيع ويشري في سيتوان هنايا، اي واحد ما تجبرو مزيان مدخر مع راسو لا بالشارب مدخر، المهم لا ما فهمت لا ما نهضر. المهم انا كنقول لكم خصنا خليونا الفراشه ان شاء الله يا ربي، وانا اذا ما خلوناش الفراشه كنفكر في الهجره، وديما الهجره ما كاينش شي حاجه، الهجره ان شاء الله كلشي ياجر ما دب بلادي اذا ما خلوناش الفراشه. نقول لك الخاوه ديالي الاجواء تاعنا هنايا كتلسع عنا، فهمتي العواشر مزيانه والله العظيم الحمد لله، تلقوا لنا الفراشه كما الاعياد اللي فاتوا، واخا كتسمى جات علينا ديك كورونا بالدبره، وهاد العام اللي فات كتسمى دوزتو في الحبس، وهاد العام هذا دوزتو في الزنقه، الاجواء الله يعمرها سلعه، الله ينصر الملك. واش غنقول لك عواشر مبروكه وصافي، هادشي اللي كاين الخاوه ديالي.